كشف عنها. احنا حاليا دلوقتي الكشف عن المخدرات بشكل عام احنا عندنا اكتر من محور. اولا محور الجهاز الاداري للدوله ده حابين نتكلم عليه، مهم جدا، لان كمان احنا كشفنا على اكتر من 800 الف موظف في الجهاز الاداري للدوله. قدرنا ان احنا نخفض نسب التعاطي من 8% في 2019 الى 1% حاليا. النهارده ما فيش موظف في الجهاز الاداري للدوله الا لما بيخضع لكشف المواد المخدره، لو هيترقى، لو هيندب او يعار، او حتى كمان من خلال الحملات المفاجئه اللي احنا بنقوم بيها. كمان على الطرق السائقين المهنيين بالتعاون مع الاداره العامه للمرور في حملات مستمره، بيتم تقريبا ما يقرب من 90 ألف سائق مهني سنويا بيخضع لكشف المخدرات. سائق الحافلات المدرسية أيضا بيخضعوا لكشف المواد المخدرة. طبعا حافلات النقل الذكي إن شاء الله يبقى فيه يعني آليات في القريب العاجل تنظم حملات الكشف عليها. بس هي لم تفعل بقى. يعني حاليا ان شاء الله يعني ان شاء الله الفتره اللي جايه يكون في اليات محدده، وطبعا هنعرضها على حضراتكم، بس لما المبادره تكون جاهزه نعرضها على حضراتكم.